مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أصالة المالح تحتفل اليوم بعيد ميلادها 27، فشاركت مبارحة ستوريات ذكرت فيها المتابعين بها اليوم، وهي عم تبكي لأنها ما لقيت شي تلبسه بها المناسبة، فممكن رح يقيموا حفلة عيد ميلادها بهذا اليوم. وبالحديث عن أنس وأصالة، فالجمهور عم يشتاق لفيديوهاتهم بشكل كتير كبير بسبب تنزيلهم لفيديو واحد بالشهر واختفائهم وغيابهم لمدة جدا طويلة من على السوشيال ميديا، فآخر فيديو شاركوه كان قبل 12 يوم. والأنظار والحديث صار حاليا على أنس وبيسان وحقيقة انفصالهم، فوصلت امبارحة بيسان للأردن وكان أنس الشايب متواجد هناك، ولكن ما شفنا لقاء بينهم نهائيا، فاستغرب الجمهور من هالشي. واللي زاد الشكوك هو تغيير أنس لكابشن صوره مع بيسان على انستغرام لقلوب، ونزل بوست جديد وعلق من خلاله بي وأنا بضحك على خيبتي، والستوري اللي شاركته بيسان مبارحة من بعد وصولها، فالبعض شاف أنه ممكن يكون مقلب أو فكرة جديدة لإثارة الجدل والانتباه عليهم، والبعض الآخر شاف أنه هالشي حقيقي. فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. أما السلاوي فشارك مبارحة ستوري حزين علق من خلاله بي مستغربين من ناس فجأة بطلت صحبة معهم وبتزعلوا مني مرات، أنا ما بحكي عن حالي بغلطش، بس والله قدمت كل شي عندي، ممكن انفهمت غلط بس ما بستاهل خيبة الأمل اللي اجتني هاي الفترة من كتير ناس، خيبة ونكران للخير بشكل مؤذي وأذتني كثير والله. والبعض ومن خلال هالستوريهات ربط الموضوع بقمر الطائي أو الموديل اللي صورت معه الفيديو كليب الأخير لأغنيته الأخيرة أو حتى أصدقاء ثانيين له. فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.